من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الصادق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين الظهور عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحق صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت بها عليه صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وعترته مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين على من أنزل عليه الفرقان الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج ما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور والزبر وبشر بنبوة لرصاد وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وسكنت له الشمس وانشق بإشارة القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله على من جاءت لدعوته شجر ونزل سرعة بدعائه المطر وظلت الغمامة من الحر وشبع من صائم طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر فسبح في كفي الحصاة والمدر وانطق الله له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عبد يا قدوس بحق اسمك العظيم وبحق اسمائك الحسنى وبحق آيات فرقانك الحكيم بسوره وآياته وأسراره وأنواره وكلماته وحروفه يا ربي وبحق رسولك الأكرم ومعجزاته وكمالاته وشريعته وسنته عليه الصلاة والسلام يا رب بحق آله وأصحابه وأنصاره ومجاهداته رضي الله عنهم يا ربي وبحق حملة عرشك وملائكتك الكرام وتسبيحاتهم وعباداتهم عليهم السلام يا ربي وبحق جبرائيل وأمانته وميكائيل ووكالته وإسرافيل ورسوله وعزرائيل وقبضته وحفظه للأرواح عليهم السلام يا ربي وبحق آدم وكلماته وحواء وشفقتها وشيد ونبوته وإدريس ورفعته ونوح وسفينته ودعواته عليهم السلام يا ربي وبحق إبراهيم وخليليته ولوط وغيرته وإسحاق وأنبياء ذريته وإسماعيل وأشرف نسله عليهم السلام يا ربي وبحق يعقوب ومناجاته ويوسف وصدقيته ويونس ودعوته وأيوب وصدقه عليهم السلام يا ربي وبحق جرجس ومتانته وعزير وحياته وخضر وسياحته وإلياس ورسالته عليهم السلام يا ربي وبحق موسى ومناجاته وتوراته وهارون وفصاحته وشعيب وخطابته ويوشع ورفقته لموسى عليهم السلام يا ربي وبحق الصالح وناقته وهود وهيبته وذرقانين وحكيميته ودانيال وحكمته ولقمان وحكيميته عليهم السلام يا رب وبحق داود وخلافته وزبوره وسليمان ومعجزاته وزكريا وعباداته ويحيى وسيادته وعيسى وزهادته وإنجيله عليهم السلام يا رب وبحق حبيبك الأكرم ومعراجه وقرآنه عليه الصلاة والسلام يا رب وبحق جميع الأنبياء والمرسلين وكتبهم وصحفهم عليهم الصلاة والتسليمات يا رب وبحق الشريعة المحمدية وعقائدها وأحكامها أدام الله إلى يوم القيامة يا رب وبحق الدين الإسلام وأركانه وبحق الإيمان وأنواره وبحق القرآن وأسراره وبحق التوراة وصحفه وبحق الزبور ومزامره وبحق الإنجيل وآياته وبحق القرآن وتبشيراته يا ربي وبحق جنة لطائفها وخزنتها وحورها وجمالها يا رب وبحق السماء وزينتها وملائكتها وروحانياتها ونجومها وحوائجها ونجومها وحوائجها
يا رب بحق السماء وزينتها وملائكتها وروحانياتها ونجومها وشواهدها، يا رب بحق الأرض وخزائنها وحيواناتها وأشجارها وآياتها، يا رب بحق الأرض، يا رب بحق أبي بكر وصديقيته وعمر وفاروقيته وعثمان ونورانيته وعلي ولايته والحسن وأصحاب نسله والحسين وأئمة أولاده، يا رب بحق أصحاب بدر وشهداء أحدهم ومجاهداتهم، وبحق الأولياء وجيشياتهم، وبحق الأصفياء وتحقيقاتهم، وبحق الشهداء وجهادهم، وبحق الكعبة وزوارها، وبحق الروضة وما فيها، وبحق رسالة النور أستاذنا سعيد المرسل رضي الله عنه. يا رب بحق جميع هؤلاء الصادقين المذكورين صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك ورسولك محمد بعد الحروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة بالهواء والأفعال وعلى آله وصحبه وسلم ما دام الملوان واشرح صدورنا وصدور طلبة رسائل النور صادقنا وصدر كاتب هذه نسخة الإيمان والإسلام وارزقنا وارزقهم حسن الخاتمة وارزق كل منا ومنهم إيمانا كاملا مكملا أكملا راسخا ثابتا دائما أبدا فارزقنا وارزق رفقاءنا صبرا جميلا وتوكلا كاملا واخلاصا طاما وفتحا مبينا ونصرا عزيزا معجلا وفقنا وفقهم لكمال الخدمه في القران والايمان وبنشر سائل النور بين الانام في عالم الاسلام واحفظنا واحفظ من الافات والبليات ومن شر اهل الضلالات واهل الطغيان ومن شر الجن والانسان ومن شر البدعه والضلالات والهدى والطغيان بعفوك يا مجيد بفضلك يا غفار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار في زمرة آل محمد وأصحاب الأخيار عليه الصلاة والتسليم بعدد حسنات أمته وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقنعة القرآن وعافنا بكل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم أستاذنا سعيد المرسل رضي الله عنه وأرضنا وكافة طلابي وجميع إخواني وجميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي ويا رب السماوات والأراضي يا خالقي ويا خالق كل شيء gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahrumatı, bütün keyfiyatıyla tezkir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle. Matlubumuzu bize musahhar eyle. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a musahhar eyle. Bize ve Risale-i Nur talebelerine İman-ı kamil ihsan ile ve husn-ı hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şahs ve kameri tesbih eylediğin gibi Risale-i Nurlara da kalpleri ve aklıları musahhar eyle. Bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden, makabr azabından ve cehennem ateşinden muhafaza et. Ya Rabbel Alemin, abi ruhi Habib Ekrem hürmetine, Kerbela'da revan olan dem hürmetine, Şerif-i Firkat'ta ağlayan gözler hürmetine, Rahi aşkında sürülen yüzler hürmetine, Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine, Risale-i Nur'a ve ordumuza zafer ihsan et. Vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberlik ihsan et. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin,
acizane, fakirane, fakat halisane okumuş olduğumuz hatm-ı şerifleri barigah-ı mecdu uluhiyetine arz ediyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerimizi de arz ediyoruz. Bizlerden en halis ve en muhlis bir şekilde kabul ve makbul ve muteber eyle. Başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın ruhlarına hediye eyledik vasileyle. Teveccüh Resulullah'a cümlemizin ayrılmaz hareyle. Ya Rabbel Alemin, sünnet-i seniyesine bizleri şu fani hayatı yaşarken azami derecede iktibala muvaffakiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, ashab-ı kiramın ruhlarına hediye eyledik vasileyle. Tabi'in, tebevut tabi'in, eymeyddin, müştehidin, müceddidin, mehdiyin, müfessirin, muhaddisin, ulema-i amilin, kurra-i kâbilin, sulaha-i salihin, meşayih-i vasilin, huffaz, turlab, cemî'i melek-i Kur'an, neberallahu melakide ve ceala cennete mesvahu mecmu'in hazretinde ayrıca ruhlarına hediye eyledik vasileyle. Hasreten muazzez ustadımızın mübarek ruhuna hediye eyledik vasileyle. Yolunda ve uğrunda hayatımızın devam etmesini bizlere ihsan eyle. Lütfeyle, kerem eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Safi Evveli teşkil etmiş ve beraberliğinde ustadımızla hizmet etmiş, ahirete intikal etmiş bulunan ağabeylerimizin ve kardeşlerimizin, hasreten Sungur abimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasile eyledik. Bizleri de ahirete gittiğimizde kendilerine arkadaş eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kusurumuzu affeyle, bizleri kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanet emin kıl. Ya Rabbel Alemin, burada amin diyerek iştirak ettiğimiz şu meclis-i nurani'de bizden ahirete iltihar etmiş bulunan cümle geçmişlerimizin de ruhlarının şad olmasını istiyoruz, niyaz ediyoruz. Kabul eyle, vasile eyle ya Rabbi. Aleyhi salavatur rahmani min ed-dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasulike ve zalikel habibullezî huve seyyidul kevneyn ve fakrul alemeyn ve hayatul dâreyn ووسيلة السعادتين وذو الجناحين ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخواني من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة